السلام عليكم. البيت الأبيض أصدر قراراً بسحب نصف الدبلوماسيين الأمريكيين اللي موجودين بالسفارة الأمريكية من بغداد خشية من عمليات انتقام إيرانية، انتقام طبعاً للذكرى السنوية لمقتل قاسم سليماني، واللي نتذكر كل الزيان صارت بشهر الواحد 2020 وإحنا دا نقترب من هذه الذكرى، بالإضافة إلى أنه صارت عملية اغتيال أيضاً للعالم الإيراني محسن فخري زادة، وهذه طبعاً قضية كبيرة جداً، وهنالك ترقب لعمليات هجمات وضربات، فلذلك على هذا الأساس البيت الأبيض اتخذ هذا القرار واللي تم التصريح به بشكل خاص وحصري إلى موقع البوليتيكو الأمريكي، وطبعاً هم نقلوها أيضاً عن مسؤولين أمريكيين ما صرحوا عن أسمائهم، ولكن هذا القرار هو قرار رسمي وقد يطبق. لا نعلم هل غادروا أم لم يغادروا هذا التوقيت، لا نعرفه، لكن يبدو القرار كبير وواضح وسريع ومطلوب تفعيله بأسرع وقت ممكن لأسباب سنذكرها لكم أيضا. فلذلك البوليتيكو قالت الآتي: تم تأكيد معلومات انسحاب الدبلوماسيين من مسؤولين أمريكيين، أحدهما يعمل بوزارة الخارجية الأمريكية، وأن تخفيض عدد الموظفين من المفترض أن يكون مؤقتا. كذلك الواشنطن بوست كان لها كلاما في هذا الموضوع والتسريبات، قالت إن الدافع وراء هذا القرار هو الخوف من حدوث أعمال عنف تستهدف الدبلوماسيين الأمريكيين بالتزامن مع الذكرى الأولى لاغتيال سليماني. والسؤال الأكبر هنا، هل إن السفارة الأمريكية خلاص راح تسد أبوابها؟ السفير الأمريكي ماثيو تولر راح يبقى بغداد؟ راح يغادر بغداد؟ خلاص تم قرار إغلاق السفارة أو لا؟ هذا الموضوع أيضا تكلمت عنه الواشنطن بوست، وأيضا البوليتيكو حصلت على تصريحات حصرية بهذا الموضوع. الواشنطن بوست قالت: قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن السفير الأمريكي ماثيو تولر سيبقى في العراق وأن السفارة ستستمر في العمل. البوليتيكو قالت الآتي أيضا: لم يتضح متى سيستأنف العمل بالطاقة الكاملة للسفارة نظرا لتزايد التوترات مع إيران. وقضية مهمة وملاحظة مهمة جدا، وبمصادر خاصة حصلنا عليها بأن اليوم هي حقيقة يعني يصادف مع هذه الأنباء نهاية الهدنة التي طرحتها الفصائل. احنا نذكر كل زين كانت هنالك هدنة وكسر للهدنة ورجعنا بهدنة، اليوم هو آخر يوم لهذه الهدنة، فليس مستبعدا أن تتم مثل هذه التحركات الوقائية على ما يبدو من الولايات المتحدة الأمريكية، كون أن هذه الهدنة نهايتها اليوم قد تعني أنه في الساعات القادمة نشوف شيء، إذا كان أمام المنطقة الخضراء أو في عين الأسد للذكرى السنوية مثل ما قلنا، أو قد تكون عمليات انتقامية لما حدث للعالم الإيراني أو حتى القائد اللي سمعنا به في معبر القائم، اللي عبر معبر القائم طبعا ووصل إلى الأراضي السورية وتمت إصابته هناك، اللي هو قائد في الحرس الثوري الإيراني. لكن أيضا تفتح الباب إلى عملية قد تكون هنالك أيضا استهدافات من الولايات المتحدة الأمريكية وتهيئة للأرض لضرب عدد من قيادات الميليشيات الموجودة في العراق وشل قياداتها والتضييق بشكل أكبر، كما سمعنا في تقارير كثيرة عند خسارة ترامب للانتخابات الأمريكية. السؤال الأكبر هنا الذي يطرح طبعا بالنسبة للعراقيين، أجابت عنه الأسوشيتد بريس، يعني هي أخذت وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية والسياسيين الأمريكيين المحنكين إذا بمجلس الشيوخ أو بمجلس النواب، وأجمعوا على رأي مهم أنه غلط يطلعون ويسحبون دبلوماسيهم ويسحبون القوات الأمريكية، لأن هذا قد يعطي نصرا وهميا للميليشيات الولائية التابعة لإيران في العراق. فالأسوشيتد بريس بعد هذه الأنباء قالت الآتي: إن الانسحاب الأمريكي على نطاق أوسع سيمكن إيران من تعميق نفوذها في العراق، إذا طبعا كان الانسحاب على شكل عساكر أو دبلوماسيين. فلذلك يعني هنالك من يسأل ويتساءل، أين هي الحكومة العراقية من كل ذلك؟ وما الذي ستفعله إذا حدث فعلا عمليات أو حدثت عمليات استهداف للسفارة الأمريكية أو المنطقة الخضراء، أو الأمريكان ضربوا مثلا، أو الإيرانيين استخدموا صواريخهم وضربوا عين الأسد؟ يعني هل سترد الحكومة العراقية؟ هل ستلقي القبض على أحد؟ هل ستتجرأ بقول كلمة لا للولايات المتحدة الأمريكية أو لا لإيران أو لميليشياتها؟ هذه طبعا أسئلة كبيرة جدا، خاصة وأن من ضمن كل هذه التصريحات إذا كانت على البوليتيكو أو الواشنطن بوست أو حتى الأسوشيتد بريس،
نلاحظ تماما أن دور الحكومة العراقية ووجودها في ظل هذا الصراع مهمش، وهذا ما لا يتمناه العراقيون. بالتأكيد يريدون حكومة قوية قادرة على الرد، ولكن قد تكون حكومة الكاظمي مختلفة عن حكومة السيد عادل عبد المهدي عندما تحدث أمور كبيرة مثل قصف بالصواريخ أو غيرها. إذن ينضم إلينا حول هذا الموضوع عبر السكايب من الولايات المتحدة الأمريكية عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي الدكتور نصير العمري. حياكم الله دكتور نصير، وأبدأ مع حضرتك. يعني الآن مع هذه الانسحابات للدبلوماسيين الأمريكيين، ليش ما أمريكا تعترف أنه خسرت هذه المعركة وأنها خائفة من الميليشيات والفصائل وأنه هي مرفوضة، وأن تعترف بهزيمتها؟ خلص خلي طلعون مثل ما طلعوا من غير بلدان، مثل ما طلعوا من الفيتنام. خلص أخطأتوا في العراق يا سيدي الكريم، اعترفوا بخطأكم وقولوا إحنا خسرنا وخلص، هذه معركة وانتهت بالنسبة لكم. كيف ترد على ذلك؟ تحية لك أستاذ العزيز وللمشاهدين. حياكم الله. في الحقيقة يعني الولايات المتحدة لا تسيطر على كل شيء يحدث في العراق، ونعم يعني أنا كعربي أمريكي أنا مع انسحاب الولايات المتحدة من العراق وأن يكون العراق بلد ذو سيادة، ولكنني لا أظن بأن الشعب العراقي يريد أن تخرج أمريكا وتدخل مكانها إيران ونظام الملالي في طهران، لأنه نظام إرهابي فاشل لا يمتلك أي مشروع سياسي للعراق، ويستخدم العراق كممر لتزويد الميليشيات الإرهابية في سوريا ولبنان بالسلاح. فنعم الولايات المتحدة يعني ربما تخفف من وجودها مثلا العسكري أو الدبلوماسي، وهذا احترازي، لأنه هناك في المنطقة في الحقيقة في الشهرين القادمين أظن أتوقع بأنه سيكون هناك يعني قصف واستهداف إسرائيلي بموافقة أمريكية لأهداف في داخل إيران وفي العراق وفي سوريا وربما لبنان، وإسرائيل ستستفيد من هذا الضوء الأخضر الذي أعطاهم إياه ترامب من أجل تقليم أظافر إيران، وهذا الاستفزاز في الحقيقة هو بتصميم يعني ويعمل عليه منذ فترة طويلة. فهل ترد إيران؟ لا أظن ذلك، أظن بأنها يعني أجبن من أن ترد على استفزازات إسرائيل، ولكن من يدفع الثمن بكل أسف هو الشعب الإيراني والشعب العراقي والشعب السوري واللبناني، العرب يعني بالتحديد يدفعون ثمن باهظ. طيب لكن دكتور عفوا يعني اسمح لي أن أخاطبك كأمريكي، حضرتك تقول أنا عربي أمريكي، اسمح لي يعني أن أتكلم معك بهذه الطريقة. سيدي الكريم ليش دي ينضرب العراق؟ يعني إحنا لا أن دخل بقاسم سليماني، ولا أن دخل هكذا البعض يقول، ولا أن دخل بمحسن فخري زادة، ولا أريد يكون إن أي علاقة. يعني ليش الأمريكان والإسرائيليين دي يستخدمون العراق كأرض للصراع؟ روحوا تضاربوا مع إيران مثل ما تريدون. يعني ليش تخرقون السيادة العراقية اللي المفروض أمريكا هي اللي قوتها بالألفين وثلاثة وهي اللي بنتها؟ لأن بينكم من العراقيين ذو أذناب لإيران، وهؤلاء في الحقيقة يعني جعلوا العراق جزء من المواجهة بين إيران وإسرائيل والغرب، ويحاول الشعب العراقي حسب ما رأينا في المظاهرات العراقيون سنة وشيعة ومسيحيين وعرب وأكراد يقولون إيران برا برا ونريد استعادة استقلالنا، لكن لديكم في العراق أذناب في الحقيقة. هي أدري بس عندنا حكومة دكتور نصير، لدينا حكومة، لدينا رئيس وزراء، لدينا وزير دفاع، لدينا وزير داخلية، ولدينا جيش عراقي. يعني نحن ندير هذه الأمور، إحنا نتولاهم يا سيدي الكريم. إذن لتقف حكومتكم يعني وتقوم بواجبها كحكومة وتتوقف عن تنفيذ يعني تمنع هذه الميليشيات من أن تحتكم إلى إيران. يعني أين الحكومة العراقية؟ لو كان هناك فعلا حكومة عراقية لما كان المجرم سليماني يسرح ويمرح ويخرب المنطقة وينتقل من دمشق إلى بغداد. أين حكومتكم؟ حكومتكم في الحقيقة يعني السيد الكاظمي يحاول ويقوم بعمل جيد لحد الآن، لكن حكومتكم فاشلة، ويعني يجب أن يعني ليست حكومة السيد الكاظمي، أنا أحترم السيد الكاظمي أظن بأنه يحاول ما يستطيع، ولكن لديكم أحزاب إجرامية إرهابية
وهذه تريد تأتمر كما رأينا، يعني كما رأينا من التسريبات عن الاستخبارات الإيرانية، هؤلاء يأتمرون بأمر الحرس الثوري الإيراني. فماذا تريد من بلدي؟ يعني هل تريد من بلدي يعني أن تسمح لهذه الجماعات الإرهابية أن تهدد كل حلفاء أمريكا ومصالح أمريكا؟ بالطبع لا، يعني سيكون رد أمريكي. وهذه هي المعادلة اليوم. طيب إذا كانت كذلك الأمور دكتور، لماذا تنسحبون؟ يعني لماذا بدأتم بالانسحاب بما أنه الوجود الأمريكي سيعطي هذا البالانس والتوازن؟ يعني أنتم الآن تنسحبون تتسلموها لإيران يا سيدي الكريم، إيران الآن وبتصريحات أمريكية ومن الحزب الجمهوري، من رئيس الحزب الجمهوري يقول نحن سنعطي انتصارا للفصائل، سحبتوا الدبلوماسيين وها أنتم تسحبون العساكر أيضا، لماذا تنسحبون إذا كانت الأمور بهذا التفسير مثل ما حضرتك تفضلت؟ يعني أمريكا لا تنسحب من أي مكان في العالم. يعني أمريكا لديها ثلاثة أسلحة، السلاح الأول هو سلاح العقوبات، وهذا يمكن رأينا ما فعل بالنظام الملالي في طهران، ورأينا ما فعل بالنظام السوري الإجرامي، ورأينا ما فعل بلبنان. وهذا يعني في الحقيقة يعني هذا تواجه الحكومة العراقية والشعب العراقي. هل تريدون أن تنصاعوا للحرس الثوري الإيراني؟ العقوبات ستكون جاهزة، يعني وهدد بها السيد ترامب بشكل واضح. هذا السلاح الأول هو سلاح العقوبات. وأصلا العراق بلد يعاني، يعني على لا يستطيع دفع مرتباته، مع أنه بلد نفطي ولكن دمره الإيراني بكل أسف. هذا السلاح الأول. السلاح الثاني هو أمريكا باستطاعتها أن توجه ضربة عسكرية ساحقة إذا أرادت، ورأينا كيف قتلوا سليماني وذهب دمه هباء ولم يعني وبعده زاد لا أحد. وهناك سلاح الثالث هو حلفاء أمريكا في المنطقة يستطيعون اصطياد من يريدون، يعني ورأينا كيف يصطادون الميليشيات والجنرالات. فأمريكا لا تنسحب من أي مكان ولديها أسلحة، ولكن تمام. الولايات المتحدة تريد للشعب العراقي أن يستعيد سيادته، ولا تريد يعني وتنسحب تكتيكيا، ولكن الحكومة الأمريكية تدعم الحكومة العراقية الحالية. طيب ممتاز، إذن دعني أرحب الآن بضيفنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد الأكاديمي والدبلوماسي السيد سعدون الساعدي. حياكم الله أستاذ سعدون، وأبدأ مع حضرتك مع هذا الانسحاب للدبلوماسي. سيدي الكريم الآن مثلما تستمع يعني يقول احنا ما راح ننسحب، السيد طبعا عضو الحزب الديمقراطي يقول احنا ما راح ننسحب، ما تنسحب امريكا لن تنسحب، هذه امور تكتيكية والولايات المتحدة الامريكية هي تسعى لسيادة العراق. هل تسمعني استاذ سعدون؟ عندك مشكلة بالصوت، إذا نتمنى من الشباب معالجة هذا الموضوع. أعود إلى الدكتور نصير العمري من جديد. دكتور نصير، الولايات المتحدة الأمريكية هي من احتلت العراق، وهي من أدخلت إيران إلى العراق، وهي من بنت هذا النظام. أنتوا اللي دخلتوا إيران وأنتوا اللي سويتوا كل هذا الموضوع يا سيدي الكريم، لماذا لم نسمع كلمة احنا آسفين يا عراقيين للشعب العراقي انه احنا خلقنا هذه البيئة السيئة لكم؟ لماذا لا تتحملون مسؤولية ذلك؟ يجب ان نتحمل مسؤولية ذلك، ويجب على جورج بوش الابن ان يعتذر للشعب العراقي، لانه قتل وشرد الشعب العراقي وقتل اطفال العراق. ولو كان هناك عدالة لتم تقديم جورج بوش الابن للعدالة بما فعله بالشعب العراقي. وأيضا خطأه الاستراتيجي حيث أنه أراد تحرير العراق فسلمها إلى ملالي طهران، وهذا أيضا من سياسات ما يسمى يعني الليبراليون الجدد. فنعم، بلدي أمريكا ارتكبت جرائم في العراق، ونحن نقول بأن يعني كان هذا يعني ليس فقط جريمة، خطأ استراتيجي. ولكن يعني لا نريد أن نعود إلى التاريخ، يعني التاريخ مشكلته أنه سيأخذنا إلى بدايات القرن الماضي، ولكن نحن أبناء اليوم ونقول بأن هناك حكومة عراقية، وهذه الحكومة مدعومة شعبيا، ويجب أن تتجه إلى أن يكون هناك سيادة للعراق. والأمريكي يقول أريد أن أنسحب من العراق، وأريد لهذه الحكومة أن تكون حكومة مستقلة عن الحرس الثوري الإيراني، وأن لا تهدد العرب، وأن لا تهدد المنطقة.
هذا كل ما تطلبه أمريكا. وأظن بأنه يعني السيد بايدن سيساند الحكومة العراقية بأن تكون مستقلة وتمثل كل العراقيين. طيب ممتاز. إذن دعنا نرحب من جديد بضيفنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد الأكاديمي والدبلوماسي السيد سعدون السعدي. حياكم الله أستاذ سعدون، وأبدأ مع حضرتك مع ما قاله السيد العمري وكذلك ما يقوله الأمريكيون. يعني يقول لك قاسم سليماني هو رجل مجرم وإرهابي، ليس مصنف إرهابيا فقط من أمريكا وإنما مصنف إرهابي أيضا من أوروبا، وبالتالي يعني عملية قصفه هي وعملية قصف الميليشيات وعملية الآن الانسحاب اللي تصير وعملية رقابة العراق وإيران والعقوبات اللي تفرضها، هذه كلها من أجل مساعدة العراق في الاستقرار. يعني إحنا أكو عندنا مشكلة، حكومة ضعيفة ولدينا أحزاب متواطئة وولائية، فبالتالي هذا الانسحاب اللي صار اليوم من الدبلوماسيين أو حتى في الفترة الماضية للأمريكان، هذا لا يعني خسارة للأمريكان أبدا، بل قد يعني أنه يردون لا ويردون على كل أي استهداف ولا يعتبر خرقا للسيادة. كيف ترد على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي الكريم وأحيي الضيف الكريم. حياكم الله. كما أنوه أنا أتكلم الآن بصفة الأكاديمية وليس بصفة الدبلوماسية، يعني حتى يكون الحديث أكثر وضوح. بالتأكيد تفضل. يعني خلي بادئ الأمر، أنا تابعت كلام السيد الضيف. يعني بغض النظر عن مشاكل العراق، نعم كثيرة، ولكن عليه أن يحترم أيضا هو سيادة العراق وأن يحترم حكومة العراق وأن لا يتكلم على العراق كوصي، لا الإيراني ولا الأمريكي وصي على العراق. يعني نتكلم حاليا على حكومة انتقالية، حكومة السيد الكاظمي منذ توليها وإلى يومنا هذا حاولت يعني ونجحت مرارا وتكرارا بإيجاد نوع من التوازن في علاقات العراق الإقليمية والدولية، وقد رسمت بعناية فائقة من قبل السيد رئيس الوزراء ونفذها وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين. ذهب إلى طهران ولأول مرة وزير خارجية عراق يتحدث في طهران، يقول نحن بعيدين عن سياسة المحاور، نريد عراق جسرا ويلتقي فيه جميع الدول. ثم ذهب إلى واشنطن وأيضا كرر الخطاب من في داخل البيت الأبيض. ثم يذهب السيد الكاظمي باتجاه العواصم العربية، العمق العربي، يذهب إلى 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 كل من القاهرة وعمان، وآخرها يعني ذهب إلى الاتحاد الأوروبي والتقى في ثلاثة عواصم، وآخرها كان وزير خارجية العراق في موسكو. إذن العراق يعني يرسم سياسة خارجية متوازنة إلى حد كبير، والغاية من هذه هذا التوازن في سياسات العراق الخارجية هو الهروب من 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 من, من الخناق الأمريكي الإيراني على العراق. يعني هذه تحسب للحكومة العراقية، يجب أن لا نغفل. نحن نعترف هنالك يعني أحزاب مسلحة في العراق، نعترف هنالك يعني وضع اقتصادي متردي، ضعف في الإمكانات العراقية، ولكن بذات الوقت لدينا يعني موقع استراتيجي هام، أمريكا والصين ودول كل المنطقة تتكالب على العراق. إذن فمن غير المنطق أن نظلم الحكومة العراقية الحالية ونقول بأنها يعني كانت يعني ضحية أو كانت لربما تابعة لإيران، هذا الكلام مو صحيح. طيب على ذلك السيد الكاظم حينما ذهب إلى واشنطن، حينما بس دقيقة ملاحظة، حينما ذهب إلى واشنطن قال أنا ذاهب كرئيس وزراء العراق وليس ساعي بريد. جميل، لكن هذه أقوال استاذون، عفوا هذه أقوال، أين هو النجاح؟ لما أنت تجي لك دولة تقول لك إحنا راح نسحب نص الدبلوماسيين مالتنا اللي موجودين بالسفارة وسحبوا قواتهم ومنطق قرار بإغلاق السفارة، فهمني وين النجاح بالموضوع؟ أولاً بالنسبة لسحب الدبلوماسيين سواء كانت أحداث جائرة أو غير أحداث، فهو طبقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية هو حق أمريكي يعني وحق أي دولة في العالم أن تسحب سفارتها ما تشاء، هاي علاقات ثنائية. شعرت الولايات المتحدة الأمريكية يعني لربما مستهدفة أو لربما لأسباب سياسية أو لربما أهداف غامضة تريد أن تسحب نصف دبلوماسيها، وبالمناسبة بإمكانها حتى لو انسحبت فرضا جدلا بإمكانها أن ترعي مصالحها عن طريق دولة ثالثة، يعني ما في مشكلة بهذا الموضوع. لكن هنالك أسباب موضوعية يعني لحقيقة لهذا الانسحاب الأمريكي من العراق. أنا قلت نعترف بأن الحكومة العراقية لا زالت غير قادرة على ضبط إيقاع الأمن في العراق، وهذا حقيقة يعترف بها السيد الكاظمي نفسه. هنالك يعني هنالك تبعات وتركات ثقيلة على الحكومة العراقية، سواء كانت اقتصادية هي ورثة الخزينة خاوية، سواء كانت قضية داعش والحواضن الموجودة، كتل سياسية لديها أذرع عسكرية يعني قوية ومستبدة لا زالت تحكم في الشارع العراقي. ولكن إلى هذه اللحظة حكومة السيد الكاظمي
تركز على ثلاثة محاور رئيسية، وعلى الأمريكان أن يفهموها. المرتكز الأول هو الانتخابات القادمة في شهر 6، المرتكز الثاني ستكون تحت إشراف رقابة أممية ودولية، يعني المرتكز الثالث يحترم العراق كل الاتفاقيات الدولية، لدينا شراكة مع واشنطن ولدينا أيضا علاقات يعني بدول جوار. أستاذ سعدون، لا خلاف على هذا النجاح، لا خلاف على نجاح حكومة السيد الكاظمي بالمحاور اللي ذكرتها، لكن في نهاية المطاف إذن ماذا تريدون؟ أكو فصائل المقاومة وأكو ميليشيات، بكيفها تصرح بهدنة وبكيفها تلغي الهدنة وبكيفها تضرب المنطقة الخضراء مهما فعلت حكومة الكاظمي ومهما قدمت من حماية. لذلك هو يقول لك أنا مدى أخرق سيادتك، أنا من ينقتل لي مقاول أقتل لهم جنرال، ومن تنضرب السفارة راح أضرب وراح أرد، وأنا مدى أخرق سيادتك، لأن اللي يخرق سيادتك هم في بادئ الأمر، هم هكذا يتكلمون. يا سيدي الكريم، كيف ترد على ذلك؟ أنا أرد يعني هنالك اتفاقية إطار استراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، والآن في حوار استراتيجي مستمر جرى عبر شبكة التواصل يعني الإنترنت عبر البلدين، والجولة الثانية في واشنطن حينما زار السيد الكاظمي بدأت هنالك حوارات. نحن لدينا حوارات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا لدينا حوارات مع طهران، والدليل على ذلك أن السيد وزير خارجية العراق فؤاد حسين ذهب إلى طهران وتحاور مع طهران من أجل ثني هذه الأحزاب عن ضرب المنطقة الخضراء أو المنطقة الدولية، سميها ما شئت. وعلى أثر تلك الزيارة أتى السيد محمد جواد ظريف إلى بغداد وعقدت هدنة. يعني أنا أقول يعني بالله عليك، يعني اليوم لو تجيب للعراق حاليا في الوضع الحالي، اليوم لو تجيب في العراق اليوم أعظم رئيس دولة في العالم وأعظم وزير خارجية في العالم سيواجه صعوبات كبيرة. نحن نعذر الحكومة العراقية لأن البرلمان العراقي هو من اتخذ قرار انسحاب القوات الأمريكية من العراق، والحكومة العراقية يعني إلى الآن لم تنفذ هذا القرار ولا تريد أن تنفذ هذا القرار، والسيد الكاظمي ليس لديه كتلة كبيرة في داخل البرلمان تحمي. طيب. ومع ذلك هو يتصرف بحكمة وعقلانية، ويعني حتى هذه الهدنة التي فرضت يعني عن طريق ربما عن طريق بلاس خارت يعني مسؤولة يونامي في العراق وبعض الشخصيات المؤثرة في الداخل العراقي، ولكن نحن نعترف العراق لا زال ضعيفا، العراق لا زال فيه يعني خروقات أمنية. نحن لا نقول أن الحكم وردي في العراق وأن الأمور حق، ولكن الجميع عليه أن يفهم بما فيها واشنطن بأن العراق يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، وأمام واشنطن طريقين لا ثالث لهما، يا أما أن تختار استقرار العراق وتدعم العراق اقتصاديا لأن العراق يعاني من أزمة اقتصادية، وأيضا العراق واعد في موقع استراتيجي، يا أما الولايات المتحدة أن تريد أن تترك الجمل بما حمل وتترك العراق، وصدقني إن تركت العراق ستخسر المنطقة بالكامل. طيب، لكن ما تعتقد هم كانوا واضحين أستاذ سعدون؟ ما تعتقد هم كانوا واضحين؟ ترامب كان واضح مع السيد مصطفى الكاظمي عند زيارته، والدليل أنه بالأخير ما ساعدونا، يعني قال له أنا أساعدك لكن هنالك شروط، هذه الأموال ما نريدها تروح لغير مكان. لكن سيد الكاظمي واضح كان أيضا في موقفه كرئيس للوزراء، قال قولته، هذا شيء جميل يعني، لكن بالأخير ما عندنا رواتب، انتهى الموضوع أنه ما عندنا رواتب. سيدك كانوا واضحين الجماعة ودين يسحبون. أستاذ العزيز، نعم، لا حبيبي، يعني افهم جيدا بأن العالم يعاني من أزمة اقتصادية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية سيد ترامب يعني أمر بطبع 2,200 مليار دولار من أجل يعني تعويض الخسائر الاقتصادية، والآن السيد جو بايدن يقول سوف أنفق 700 مليار دولار من أجل تأهيل الاقتصاد الأمريكي من جديد. هذه الدول ليست شركات خيرية، هذا مصالح متقابلة. أنا أقول الحوار الاستراتيجي سوف يحسم كل شيء. اليوم أكو حوار استراتيجي مع واشنطن، سيكون عنوان هذا الحوار المساعدات الأمريكية مقابل التواجد العسكري الأمريكي. هاي يعني منظومة عسكرية أمريكية في كل دول العالم مطبقها، في جنوب شرق آسيا، في الخليج، في كل دول العالم اللي فيها قواعد عسكرية فيها تواجد أمريكي. سوف يكون أمام واشنطن خيارات أن تقدم يعني خدمات تقنية ومعلوماتية واتصالات وتحديث الجيش العراقي وتأهيل الاقتصاد العراقي، إذا أرادت أن تحتفظ بموقع لها في العراق وهو موقع واعد. وسوف يكون العراق هو المتحكم في طريق الحرير الجديد. الآن الصينيين وصلوا إلى ميناء كوادر الباكستاني
وهم الآن يضغطون على المنطقة في سبيل أن يمر هذا الطريق عبر البصرة إلى جهان التركي، وبالتالي لدينا فرص، ولكن بذات الوقت يعني نريد من المجتمع الدولي، نريد من الولايات المتحدة الأمريكية كدولة عظمى، طيب، نريد من دول الإقليمية المحيطة بالعراق أن تعطي للعراق فرصة حقيقية أن يعيد تنظيمه وأن يعيد قواه، وصدقني إذا ما استقر العراق فسوف لن تستقر المنطقة. تمام، إذن دعني أعود إلى السيد الدكتور نصير العمري من جديد. دكتور نصير، لماذا لا تحترمون قرار البرلمان العراقي بإخراج قوات التحالف الدولي من ضمنها القوات الأمريكية، ولماذا لا تحترمون اتفاقية الإطار الاستراتيجي، ودائما ما يصير عملية خرق ولهذه الاتفاقية وتستهدفون يعني من تريدون من دون إبلاغ العراق أساسا؟ ما هو ردكم على ذلك؟ أن البرلمان العراقي الذي صوت بخروج القوات الأمريكية هذا من أذناب إيران هؤلاء، وفي الحقيقة لا هذا يعني كلام معيب، هذا كلام مو صحيح أستاذ. هذا عين الكلام تحكينتي. أنت لازم الحقيقة. تحترم الإرادة الديمقراطية، يجب أن تحترم الديمقراطية بالعراق أو في أمريكا. هذا كلام معيب. اتكلم اسمع، وصل معلومتك، وصل معلومتك بكل أدب وكل احترام، يعني لا تعتدي أنت على برلمان عراقي وعلى سيادة عراقية تتكلم بهذه الطريقة. عفوا أستاذ سعد، هذا مجلس نواب منتخب شرعي من العراق. جميل فيه الشيعة والسنة والكرد. جميل أستاذ، رح أرجع لك أنا حقيقة حتى ترد على هذا الموضوع، بس خلنا نطي الدكتور. الدكتور يحترم الحوار، ما يخالف، راح نناقشه احنا بكل احترام بهذا الموضوع، هذه وجهه نظره وخلينا نشوفها ونرد عليها ايضا. يعني تفضل يا استاذ نصير العمري، يعني مثل ما تسمع يقول لك يا ابا هاي قوى وطنيه منتخبه بالاغلبيه بالبرلمان، انتوا ليش تنظرون على الامور هذول شيعة وهذول سنه وهذول هاي بالاغلبيه صوتوا وانتهى الموضوع، ليش ما تتبعون هذه الامور؟ يعني هذه الفروقات بيناتكم، انتوا ديمقراطيين وجمهوريين تقلبون الدنيا، لكن بالعراق لا، هذول أذناب إيران، وبالأخير أنتوا وطنيين وإحنا مواطنين. لا يعني ألا تعتقد أن هذا معيب؟ يعني ضيفكم يجب أن يدرك بأنني أنا في الولايات المتحدة ولست في العراق، أنا أتكلم هنا بحرية. مش مشكلة، احترمني مثل ما احترمك، احترمني. انت تتكلم بحرية بس لا على 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 اساس. عفوا استاذ سعدون، بس خلنا نعطي مجال، احنا نريد نوصل معلومه. عفوا يعني عفوا، بس نحاول نوصل فكره. استاذ سعدون لك كل المجال بعد ذلك، بس خلينا نسمع فكرته حتى نوصل معلومه ويفهم المشاهد. تفضل. شوف كلامه ايش قد مخجل. تمام لك الحق بالرد. عفوا استاذ سعدون، انا اختلفت وياه. اسمعني انا اختلفت وياه فكريا، يقول لي انت ذنب، هو هذا منطق. عفوا استاذ سعدون، عفوا دكتور نصير، عفوا احنا بس نريد نحكي بمنطق. جريمه تكون امريكي، انت من اذناب ايران، انت نفسك من اذناب ايران. عفوا دكتور نصير، انت فد واحد متخلف. لا 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 عفوا لو سمحت، انا امريكي، انت تخليت عن جنسيتك وضحت هناك وما تتكلم على. استاذ سعدون، عفوا دكتور نصير ارجو الالتزام بالاحترام بالبرنامج، ارجوك يعني احنا ما يصير نلقي الاتهامات هنا وهناك، هذه اراء وعندنا اراء مختلفه في العراق وما بها شيء نختلف، بس ارجو الالتزام بمبادئ الحوار، الله يحفظك، لانه هذه اخلاقيات وما يصير نعكس شيء خاطئ في هذا الموضوع. عفوا استاذ سعدون، دكتور نصير تفضل، بس ارجو عدم التطاول في هذه الامور، نريد احنا نطرح فكره، اطرح فكرتك مثل ما تريد، تفضل. جيد. العراق بلد تهيمن عليه ايران، رغم ما تفضل به ضيفكم، وأنا سأحترمه، يعني رغم أنه وجه لي كلام نابي ولكن سأحترمه. العراق بلد يعاني، العراق مثل لبنان، ضحكوا على اللبنانيين عقود طويلة وهم يقولون لهم بأن هناك دولة لبنانية، وتبين في آخر المطاف بأنه لا يوجد دولة لبنانية، يوجد حرس ثوري إيراني يتحكم بالبلد. والسيد الكاظمي رجل محترم، وأنا أقول لك بأنه رجل محترم، والحكومة العراقية الحالية يعني تقوم بقرارات جيدة، ولكن يجب ألا يعني يحاول الضيف أن يخلق الضبابية ويظهر بأنه أمريكا يعني بأنه هذه الحكومة هي حكومة مستقلة وأنها ستفاوض الأمريكي. هناك مشكلة في العراق والكل يعلم هذه المشكلة. المشكلة في العراق نظام انتخابي فصله أتباع إيران، وهم يأتون إلى هذا البرلمان ويصوتون ويقولون نريد أمريكا أن تخرج، ولكن الغريب أنهم لا يقولون بأننا نريد إيران أن تخرج، إيران التي دمرت الاقتصاد العراقي،
إيران التي تخترق السوق العراقي وتبيع منتجاتها في العراق على حساب الصناعات الوطنية، إيران التي حولت العراق إلى ممر للإرهاب والميليشيات، إيران هذه التي حسب تسريبات تسريبات الاستخبارات الإيرانية تتحكم بالحكومات العراقية. فنعم هناك مشكلة. يعني دكتور نصير عفوا، يعني ما الذي أنت تقول الآن؟ الإيرانيين هم اللي فصلوا مثل ما يريدون أو الأحزاب، لكن بريمر شنو اللي كان دي يسوي؟ ما هو بول بريمر هو اللي فصل البدلة كلها وخلاها للبدلة وتفضلوا وصار اللي صار. يعني لماذا لا تحاكمون بول بريمر؟ يعني أنا قلت لك يا أستاذ الكريم، أنا قلت لك بأنه دخول أمريكا على العراق أصلا هو احتلال ويجب أن يحاكم، ما قلت لك ذلك. وقلت لك بأنه أمريكا أتت بالدبابة ولكن هناك مجرمون أتوا على الدبابة الأمريكية ونهبوا أموال العراق، كما نعلم اليوم مئات المليارات نهبوها من العراق. فيعني إذا أردنا أن نعود إلى التاريخ فلن نتكلم عن المستقبل. والأستاذ يعني يبدو بأنه يهدد، يعني يقول يا إما أمريكا تعطينا ما نريد وإما سنتجه إلى إيران، وهذا هو المنطق، هذا هو المنطق يعني الذي تستخدمه الميليشيات في العراق. وأنا أقول لك بأنه أمريكا تمسك نعم تمسك بالكثير من نصير الأوراق. إيران دعمت العراق وكانت صديقة للعراق ولا زالت صديقة للعراق، ودعمونا حتى في فترة تنظيم داعش الإرهابي كثيرا. يعني لا يمكن لنا احنا همينا ان نقف مع امريكا ضد جارنا اللي سنين احنا عايشين وياه وتعايش على العديد من المستويات، اذا كانت على المستوى المذهبي، على المستوى العلاقات الحكومية. يعني لا يمكن لك ان توصف الامور بيننا وبين ايران بهذه الطريقة. أنا أحترم العلاقات الثقافية بين الشعب الإيراني والشعب العراقي، وأنا أظن بأن الشعب الإيراني والشعب العراقي شعوب عريقة ولها علاقات تاريخية، ولكن هذا لا دخل له بهذا النظام الإيراني الإرهابي. هذا النظام الإرهابي في طهران هذا لم يأتي إلى العراق من أجل مساعدة العراقيين، هذا حولها إلى ممر للهيمنة على المنطقة وتدمير وتهجير الشعب السوري وإلى الهيمنة على لبنان. فنعم يقولون مثل يعني يقولون ساعدنا لبنان على الخروج من المحنة، يعني ساعدوا لبنان ثم استولوا على لبنان، يعني يعني كمن يساعدك في يعني ولادة طفلك ثم يأخذ الطفل يعني ويذهب. فهذا الكلام غير معقول. طيب الشعب العراقي شعب عريق يستحق الاستقلال، وتاريخيا هذا الشعب لا يحتاج إلى وصاية إيران ولا يحتاج إلى وصاية أمريكا. أنا أقول لك أريد بلدي أمريكا أن تنسحب وأريد إيران أن تنسحب، وكما قال الثوار في العراق المتظاهرون قالوا إيران برا برا، وأنا أضيف لما قالوه أقول أمريكا أيضا برا برا، ولكن بحكومة عراقية تمثل العراقيين لا طيب. تمثل الحرس الثوري الإيراني. جيد، إذن دعني أعود إلى الأستاذ سعدون السعدي. أستاذ سعدون، أول شيء رح أخليك ترد كون أنه كان عندك رد وتريد الرد عليه طبعا من كلام الدكتور نصير العمري، تفضل. يعني أنا خلني أتكلم بهدوء. أولاً أنا لا أدعو إلى 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 هيمنة إيرانية للعراق على الإطلاق، وأنا معروف بالعراق يعرفون يعني رجل مستقل لا أنتمي لا إلى إيران ولا لأمريكا ولا أي دولة بالعالم. مهمتي العراق أولاً وأخيراً. أنا لا أقول الوضع في العراق وضعاً ورديًا، ولا أقول بأن العراق مستقل بالكامل، أنا لا أقول ذلك، ولكن أقول هنالك حكومة في العراق واعدة، حكومة جديدة وليدة. نعم حكومة انتقالية ولكنها حققت الكثير في هذه الفترة. انظر إلى 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 خلق التوازن الآن في العلاقات الإقليمية والدولية للعراق. يعني الكل الآن بغداد أصبحت محجا دبلوماسيا، يعني ذهاب وإياب، يعني حركات دبلوماسية كبيرة جدا. وأنا أسأل وأقول يعني وأنا أؤيد كلامك، يعني من سن يعني قانون العراق الانتخابي ومن وضع العملية السياسية في العراق هو الولايات المتحدة وليس إيران. أنت تنظر يعني بريمر هو الذي أسس قواعد اللعبة في العراق. يعني لماذا أمريكا سمحت بنظام ديمقراطي برلماني في العراق وهي خطيئة كبرى؟ ولماذا يعني بقية الدول التي كانت لها علاقة في جنوب الشرق لكن كلها لكن لكن أستاذ سعدون أيضا عفوا يعني من باب آخر يقول لك نعم. أنتوا صحيح بريمر كان حاكم، هم معترضين عليه، يعني الآن اللي موجودين من الحكومة معترضين عليه، لكن اللي دي يقول لك الأمر الأساس في الموضوع أنه انطيناكم فرصة، صارت انتخابات وأنتوا صوتوا للأحزاب اللي هي عندها ولاء إلى إيران واللي جايين من إيران ومتدربين من إيران،
وانتم اللي حركتوا الامور وانتم اللي دخلتوا بهذا الموضوع. جيد جيد. ليش كل شيء نرجع على 2003 و2004؟ كيف ترد على ذلك؟ شوف شوف باع، شوف الخطا باع، شوف الخطا وين استاذي، شوف الخطا الامريكي وين. امريكا في في العراق منذ عام 2003 الى 2020 لم تتعامل مع العراق بطريقه مهنيه عقلانيه تحديث الاقتصاد العراقي، بل هي اصرت منذ عام 2003 الى يومنا هذا ان تتعامل امنيا وعسكريا من العراق فقط. لماذا نجحت التجارب الامريكيه في دول اخرى وفشلت في العراق؟ نجحت في دول جنوب شرق اسيا، نجحت في اليابان، ونجحت في المانيا وفي تايلاند وفي سنغافوره وفي دول الخليج، لانها حدثت الاقتصاد لهذه الدول، ساعدتهم اقتصاديا. لماذا سمحت الولايات المتحده الامريكيه منذ ان كان العراق يحتكم على مئات المليارات من الدولارات، لماذا لم تتعامل مع العراق عن طريق الشركات الامريكيه وتؤهل الاقتصاد العراقي؟ لو انها تعاملت وقدمت خدمات في ذلك الوقت عن طريق شركات امريكيه، عن يعني حينما كانت الحكومه العراقيه تعاني الامرين، لا لدينا جيش ولا لدينا شرطه. طيب. اصلا امريكا هي التي التي اسست هذا النظام. طيب لماذا عفوا نقطه جعلت العراق السماء والطارق. تمام لكن هم وقعوا ويانا خمس شركات طاقه ونفط والدنيا قلبوها. وش الفايده سيدي الكاظمي راح وقع ب 8 مليارات اذا ميليشيات مليانه وتهدد الدبلوماسيين وتهدد الدنيا كلها؟ سفاره ما يقدر الدبلوماسي يقعد يعيش بها الان سحبه ونصها؟ كيف شلون الشركات تشتغل؟ تفضل اسمعني يا استاذ. السيد الكاظمي طلع من القاموس، هاي مشاكل وريثه ورثناها منذ 17 عام. الولايات المتحده الامريكيه مسيطره على العراق. انا اقول واقولها مرارا وتكرارا وادعو من كل قلبي ان تتفهم الولايات المتحده الامريكيه مشاكل العراق الحقيقيه، واذا كانت تريد ان تبقى في العراق وفي المنطقه ضمن اطار الحوار الاستراتيجي الان الذي يجري بين بغداد وما بين واشنطن، عليها ان تقوم يعني بتحديث الاقتصاد العراقي، ان تقوم الشركات الامريكيه بتقديم خدمات جليله للعراق مثل ما قدمت الى اليابان وقدمت الى تايلاند والفلبين وسنغافوره ودول الخليج. لماذا لا تقدم الولايات المتحده خطط عاجله لانقاذ الاقتصاد العراقي؟ طيب جميل. عندها يقولون العراقيون وسوف تتعالى الأصوات في الداخل العراقي بأنهم مع واشنطن. رائع جدا رائع جدا. بس أنت من قلت لي مثلت لي دول، ليش أمريكا نجحت بهذه الدول وما نجحت بالعراق؟ البعض نعم. يقول يعكسها صوتنا إحنا، اليابانيين هم اشتغلوا وطلعوا الأمريكان صحيح. والألمان صحيح. اشتغلوا نعم. وطلعوا الأمريكان نعم. هذا يعتبر نجاح للشعوب وليس مو أمريكا نجحت، لا إحنا مرضينا بالنجاح. أنا صحيح أتفق معك، لا أتفق معك تمام الاتفاق. نحن من نعم نتحمل مسؤولية تاريخية كبرى، نتحمل مسؤولية عدم التفاهم وعدم الجلوس على طاولة حوار مع الأمريكان ونقول لهم أنتم جئتم إلى العراق ليس على سواد عيوننا، جاءت بكم المصالح. ما هي مصالحكم في العراق؟ أنتم غيرتوا النظام بس ماكو رؤية، ما كانت موجودة رؤية حقيقية يعني في الجانب العراقي مثل ما كانت الرؤية في اليابان. وطبعا إلى الآن بالمناسبة الشعب الألماني والشعب الياباني إلى الآن يرفض خروج طيب. القوات الأمريكية منه. لماذا؟ يقول لك أنا شكو دعانا يعني أطلحهم، ما هم محافظين للأمن وأنا قاعد أطور الاقتصاد وإحنا من أفضل الاقتصاديات العالم. إذن عفوا أستاذ سعدون، إذن أنا ياك اتفقنا على نقطة الآن، من حقهم الأمريكان شي يسوون يسوون، مدام أنت ضعيف ومدام متروك الميليشيات مثل ما تشتغل ومدام نعم. إحنا ما عندنا، من حقهم ينصبون نعم. السيران بالسفارة ويضربون وينزلون قوات مجوقنة وحقهم. مو بهالطريقة هاي، لا مو بهالطريقة أرجوك مو نعم. بهاي الطريقة نعم. هو نعم هذا الكلام ما تكون، هم الأمريكان يعرفون والإيرانيين والأتراك والسعوديين يعرفون طيب. العراق يعاني من ضعف اقتصادي ومن ضعف عسكري يعني شوف إحنا بدنا نتكلم عن دولة مستقلة، العراق دولة عضو في الأمم المتحدة، ليس من حق لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا إيران ولا أي دولة بالعالم أن يعني أن تضغط على العراق وأن تنصب صواريخ دون موافقة حكومة بغداد. نعم إذا طلبت حكومة بغداد وهي حكومة شرعية، حكومة السيد الكاظمي، إذا طلبت المساعدة من المجتمع الدولي فتكون طيب. هذه المساعدة شرعية وحقيقية. نحن نتكلم عن شفافية، نحن لا نتكلم عن الغرف المظلمة. ثم بعد ذلك هنالك فترة انتقالية يا سيد الكريم، في أمريكا نفسها سوف تتغير طبيعة السياسة الأمريكية في المنطقة طيب. لأن نعم أمريكا لها أهداف ثابتة لكن سياساتها متغيرة. بالتأكيد سيأتي جو بايدن وسيأتي بسياسة جديدة طيب. وبرؤية جديدة وبتفاهم جديد، وعلينا أن لا نسبق الأحداث، علينا أن لا نسبق الأحداث. جميل أنا بس التوضيح، انتخابات قادمة للعراق. جميل أنا أوضح لك أستاذ نعم. سعدون، الدكتور نصير العمري هو عضو في الحزب الديمقراطي الأمريكي ويمثل وجهة نظر الديمقراطيين وجو بايدن كذلك. دعني أعود إليه الآن. دكتور نصير، يعني حقيقة الأمريكان أنتوا تقصدتوا بتدمير العراق،
تقصدتوا أن تخلون العراق بهذا الشكل حتى تبيعون سلاحكم بشركاتكم الأمريكية ويظل البزنس ماشي وتظل الأمور مثل ما هي عليه، لأن من مصلحة أمريكا أن يكون العراق غير مستقراً. عندكم شغل، عندكم بزنس حتى في إقليم كردستان وغير، عندكم أهداف بعيدة، حتى داعش عندكم اتهامات واضحة جداً اليوم في العراق أنه أنتم اللي خلقتوا داعش، وهنالك اعترافات وكتب في هذا الموضوع. كيف ترد على ذلك؟ يعني أنا أقول لك بأنه لا يوجد دولة بريئة. يعني الولايات المتحدة ليست جمعية خيرية ولها مصالح، وأنا أنتقد دائما مثلا تحيزها لإسرائيل. أنا يعني أقول كل ذلك، ولكن إيران ليست يعني حملا بريئا. يعني انظر إلى إيران، يعني تستخدم العراق والشعب العراقي من أجل تحقيق أيضا أهداف ملالي طهران. فلا يوجد في الحقيقة ولا يوجد دولة بريئة، هناك مصالح. والشعب العراقي كما قال المتظاهرون، قالوا نريد أن نكون دولة مستقلة. صوت الشعب العراقي هو الصوت العقلاني الوحيد. يقولون لك نعم أمريكا لها أهداف وتخدم الصهيونية وإيران لها أهداف، ولكن نريد أن نستفيد كشعب عراقي، نريد أن نستفيد من مساندة الحكومة الأمريكية التي تقول إذا كان هناك حكومة عراقية تمثل كل العراقيين فأبشروا، يعني نساعدكم بالتكنولوجيا وغير ذلك. ولكن هناك في العراق من يعني يرفض هذا الحل، يعني وهم يصرحون بذلك كل يوم. والأستاذ يعني الدكتور يقول يعني لا يستطيع أن ينتقد، وأنا أفهم، لأنه هناك مشكلة أمنية في العراق. من يتكلم وينتقد هذه الميليشيات يلقى حتفه، وهذه بحد ذاتها مشكلة. لا يستطيع العراقي أن يتكلم بحرية ويذكر هذه الميليشيات، هذه مشكلة. كيف يكون هناك دولة؟ والأستاذ الكريم يعني انتقد أمريكا وانتقد يعني كل الدول، ولا يجرؤ أن ينتقد الميليشيات الإجرامية. يعني هذه طيب عفوا، لكن هو السيد الساعدي حقيقة هو ينتقد، يعني أنا الرجل أعرفه والتقيته في أكثر من مرة، ينتقد الميليشيات. لكن دكتور نصير، أنتوا عفوا ليش دا تسوون هاي مشكلة لكم؟ يعني ليش دا تاخذوها الأمور شخصية بالميليشيات وغيرها؟ سيد مصطفى الكاظمي ألقى القبض على عدد من هذه الميليشيات، هنا هو يتحرك على المنافذ الحدودية يحاول من تقويض الأموال اللي تجيها. أمر بشأن عراقي، ليش أنتم ماخذين بهذا الأمر بهذه الحساسية والصحف تتكلم والبيت الأبيض ليش داخلين بهذا الموضوع؟ هو أمر داخلي عراقي بحت. يعني إحنا ما دخلنا بالميليشيات ترامب عفوا اللي في أمريكا في الانتخابات الأمريكية، ما دخلنا بها، لأننا نعلم كيف تعمل إيران. إيران تدعم الحوثي في اليمن، ونصبت حسن نصر الله نصبت حسن نصر الله رئيسا على لبنان، ووضعت هذه الحكومة الشكلية، ورأينا كيف دعمت النظام الإجرامي في دمشق الذي قتل وهجر الشعب السوري، وفعلوا نفس الشيء في العراق، نهبوا أموال العراق وأرسلوها لدعم بشار ودعم حسن نصر الله، وهذا مثبت. فحكومة عراقية مخترقة يا أخي، هل تظننا أغبياء؟ ممكن مداخلة هل تظن أننا أغبياء؟ نحن لسنا أغبياء، نحن نعلم بأن الحرس الثوري الإيراني اخترق يخترق العراق. ممتاز دكتور نصير. يعني الأستاذ عفوا بس بالله لا تقاطعني، يعني لم تقاطع الأستاذ، تفضل. أريد أن أقول شيء. يعني الأستاذ يقول بأنه أمريكا يجب أن تساعدنا، وأمريكا يجب أن تقف، وأنا معك. أنا أقول لك يجب على أمريكا فعلا، لديها مسؤولية أخلاقية أن تدعم الشعب العراقي، ولكن أنا أيضا يجب أن أكون صريح وأقول لك ما دام هناك اختراق من الحرس الثوري الإيراني ممثلا بهذه الميليشيات الإجرامية، فأمريكا ليست غبية، أمريكا لن تدعم الحرس الثوري الإيراني بحجة أن هناك حكومة عراقية. فاستمعوا لصوت المتظاهرين الذين قالوا إيران برا، وصدقني العراق لا يحتاج، العراق بلد ثري. زين طيب. لا يحتاج إلى أمريكا ولا صدقة أمريكا. جميل. ممتاز دكتور نصير. يكون لديه سيادة. ممتاز. عنده مداخلة الأستاذ سعدون، تفضل. والله أنا يعني حقيقة يعني أنا مستغرب. يعني أنا أولا انتقدت الجميع، كل المحيط العراقي الإقليمي والدولي انتقدته. يعني حقيقة أنا ما استثنيت لا إيران ولا استثنيت أي ميليشيات وإلى آخره من الموضوع. ولكن أنا أريد أوجه له سؤال، يعني من حق أوجه له سؤال. زين. ليش هو من اللي تعاون مع الإيرانيين غير الديمقراطيين؟ إدارة أوباما مو سنوات تفاوضت مع إيران؟ مو هي اللي عقدت صفقة الاتفاق النووي؟ مو هي اللي رفعت العقوبات عن إيران؟
إيش معنى أنت ديمقراطي؟ يعني لربما بعد حين يأتي السيد جو بايدن ويحن إلى الماضي القديم ويعيد الوضع إلى نصابه ويعيد الاتفاق النووي مع طهران. ماذا تقول أنت ديمقراطي؟ ماذا تقول إذا 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 قرر جو بايدن رفع العقوبات عن طهران؟ جميل جدا جميل جدا دكتور نصير. لا تستبق الأحداث. لا تستبق الأحداث. جميل جميل أستاذ سعدون. دكتور نصير أنتم مع إيران أساسا، يعني شنو هذا الحكي في ملالي طهران وغيرها؟ أنتم نطيتوا المجال ونطيتوا الأموال وفتحتوا المليارات، وأنتم اللي دخلتهم باليمن، وأنتم دخلتهم بالعراق، وأنتم اللي دخلتهم في سوريا يا أخي، وشفنا فاطميون وغيرها في سوريا. تفضل بالرد. الولايات المتحدة لا تدعم إيران ولا تدعم ملالي طهران، ليس حبا بالعرب، أنا لست غبيا يعني، والمشاهد ليس غبي. ويعني الولايات المتحدة لديها حلفاء في المنطقة ومنهم إسرائيل، والحفاظ على أمن إسرائيل هذا أولوية سواء قبلت أنا كعربي أمريكي أو لم أقبل. ولكن السيد أوباما دخل باتفاقية نووية على أساس أن إيران كانت تقول نريد أن نصبح دولة عادية وارحمونا من هذه العقوبات. السيد أوباما أصوله إسلامية وأسمر، وقال لهم هذه فرصة ذهبية انكفئوا إلى الداخل أبداً. ولكن تبين بأن هذا النظام والله وقعت اتفاق الند بالند، لم تركع إلى الولايات المتحدة وقعت الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة الند بالند، دولة بدولة. لا استعطفت أوباما أصلا بسبب جبروت إيران وصمود إيران أجبر أمريكا على التوقيع اتفاقية النووي، والديمقراطيين يتحملون مسؤولية ذلك وسوف يعودون إلى هذا الاتفاق. ماشي يا أستاذ، يا أستاذ ماشي، أعطتك إيران اتفاقية نووية وقالت لك انكفئ للداخل ووظف الشباب، ماذا فعلت؟ في نفس السنة احتلت العراق وسوريا ولبنان واليمن. هذا فأنا كنت من مع الاتفاقية النووية. أنا كنت أعرف بالموضوع، ولكن تبين بأنه هذا النظام إرهابي يستهدف العراق وأموال العراق ولبنان وسوريا، وهو يعلم طيب. بأنه لن يستطيع إطلاق رصاصة واحدة على إسرائيل لأنه سيتم تدميره. ممتاز هو ممتاز. يريد جميل دكتور نصير، جميل جدا دكتور نصير. يعني أنا حقيقة الوقت بدأ ينتهي أستاذ سعدون، يعني أنا أريد أرجع لك أستاذ سعدون. عفوا قضية أوباما هو غلط يقول لك احنا طيناهم مجال يسوون اصلاحات داخليه، ما سووا اصلاحات الداخليه، اتعلمنا الدرس. الان جو بايدن جايب صفحه جديده ما لها علاقه بايران، هذا ترويج هذول الايرانيين الملالي هي تروج لذلك. كيف ترد على ذلك؟ اذا منه صاحب القرار في هذه العمليه؟ صاحب القرار مجلس الامن الدولي. انتم غير دوله متحضره، غير انتم انشاتوا الامم المتحده، روزفلت بسنه بال 45 هو اللي انشا الامم المتحده، غير النزاعات مجلس الامن مسؤول على الامن والسلم الدوليين. عندك مشكله انت الامريكي، روح لمجلس الامن واشتكي. طيب والايراني لماذا لا يستمع لمجلس الامن؟ الايراني مطلوب منه ان ينسحب من سوريا، لماذا لا ينسحب من سوريا؟ طيب سيد أنا إيران لماذا لا ينصاع لمجلس الأمن؟ جيد أنا حقيقة يعني لم يتبقى مجلس الأمن يعاقب إيران. جميل مجلس الأمن يعاقب إيران. حقيقة لم يتبقى لنا الكثير من الوقت، يعني أعتذر منكم أستاذ سعدون والدكتور نصير العمري، حقيقة كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد، الأكاديمي والدبلوماسي الأستاذ سعدون الساعدي، شكرا جزيلا على حضورك اليوم سيدي الكريم. كذلك أود أن أشكر ضيفنا أيضا عبر السكايب من واشنطن، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي الدكتور نصير العمري، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام بهذا وصلنا ونصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.